تونس السيد الجندوبي، إذا استمعت إلى ما كان يقوله مراد اليعقوبي وهو رئيس مركز الدراسات الاستشرافية في تونس، وأنتم اليوم ترسلون بهذا المقترح من أجل تأخير موعد الانتخابات لثلاثة أشهر عن موعدها المحدد سلفا وهو 24 يوليو المقبل، تقولون إن الأسباب إجرائية فقط، أليس هناك أسباب أخرى سياسية مثلا؟ الموقف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مبني على أساس المهمة التي أوكلت بعودتها تبقى ما نص به القانون الذي صدر لتأسيسها، وتبقى أيضا للنص الذي صدر فيما يتعلق بالمجال الانتخابية وما يمكن نسميه بالمجال الانتخابية، والذي ذكر في ديباجته عديد من الشروط الأساسية، منها القطع تماما مع الممارسات السابقة ومع كل ما له علاقة بالنظام السابق فيما يتعلق بهذه القضية اللي هي مسألة أساسية وحساسة، مسألة الانتخابات. نحن في تقديرنا وفي موقفنا قدرنا شيئين، أولا لنا مهمة هي تنظيم الانتخابات وإعدادها والإشراف عليها ومراقبتها والإعلان بنتائجها، وثانيا يجب أن تكون هذه الانتخابات لها المواصفات التي نص عليها القانون ونص وهي التي نص عليها الإجماع في تونس، شفافة وديمقراطية وتعددية بكاملها. نحن من هذا المنطلق ولنا فقط 3 أيام منذ أن أصبحنا يعني في التشكيلة الكاملة للهيئة، قدرنا حسب المعطيات التي توفرت لنا من السلط ومن الخبراء التونسيين ومن خبراء آخرين أيضا ومن العديد من الأطراف، قدرنا أننا لا يمكن لنا أن نضمن على بعد 62 أو 63 يوم أن تكون هذه الانتخابات انتخابات شفافة كما قلت وتعددية. لكن عندما تسلمتم مهام رئاسة هذه الهيئة سيد كمال الجندوبي، ألم تكن لديكم هذه المعلومات مسبقا وهذه المعطيات التي تدفعكم اليوم إلى اقتراح تأجيل الانتخابات؟ المعلومات التي توفرت لنا بصورة رسمية منذ أن تأسست هذه الهيئة ومنذ أن باشرت أعمالها منذ 3 أيام بالتركيبة الكاملة. نحن في إطار مهامنا نمارس بإجراءات قانونية ونمارس مهمتنا طبقا لإجراءات معينة، نريد المعلومة بشكل رسمي وموثق، ونفعل ذلك استنادا إلى معطيات ستبقى للتاريخ، لأننا لنا مهمة تاريخية ونحن واعون بذلك، وهذه المهمة تتمثل في تمكين تونس والشعب التونسي البطل بأن يحقق إنجازا عظيما هو تحت أنظاره وتحت أنظار العالم، هو تأسيس نظام جديد له الشرعية الشعبية، يعبر عن سيادة المواطن وسيادة المواطنين وسيادة الشعب، وأن لا يقع التشكيك في ذلك بأي حال من الأحوال. هذه المهمة نقولها بكل صراحة أمام الملأ، أمام الشعب التونسي، أمام الرأي العام التونسي والعربي والعالمي، هذه المهمة تتطلب شروط أولية ضرورية لذلك حتى يكون المسار مثل ما قال القانون ومثل ما أرادته كل القوى بما فيها الحكومة والأحزاب السياسية والأطراف المدنية. الشروط الأولية أن تكون للهيئة التي وكلت بهذه المهمة، نعم، الآن سيد الجندوبي، حتى أن تقوم وتحقق بمهامها وأن تضمن تلك النتيجة. سيد الجندوبي، إلزامية النتيجة. رئيس الحكومة المؤقتة قائد السبسي، ولو كان ذلك على أنفسنا. نعم سيد جندوبي، رئيس الحكومة المؤقتة أكد حرص السلطات التونسية المؤقتة على المضي بهذه الانتخابات وإنجازها في موعدها المحدد يوم الثلاثاء، سيبث في مقترحكم بتأجيلها. ماذا لو رفض هذا المقترح وأكد 24 يوليو موعدا لانتخابات المجلس التأسيسي؟ كيف سيكون موقفكم؟
سنرى ذلك. نحن من موقع الحياد والموقع الاستقلالية سندرس كل المواقف التي سيعبر عنها، سواء كان من قبل الحكومة أو من قبل الأطراف الثانية الحزبية والمدنية وغيرها، ولكن لا نعلق على التصريحات وعلى المواقف التي سوف تؤخذ وهي بصدد الأخذ. لن نعتبر أن ذلك من الممارسة. لن تعلقوا سيد الجندوبي، لن تعلقوا على هذه المواقف وستدرسونها، بالتالي هل ستستمرون في مهامكم على رأس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إذا بقي موعدها 24 يوليو؟ سندرس ذلك حين وقته. نعم. الآن هل هناك إجماع داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مستوى جميع أعضائها على تأجيل الانتخابات بدل إجرائها في موعدها؟ أقول أن هنالك إجماع للهيئة في هذا التقدير، وهذا الإجماع يعني جاء بعد مداولات في ظروف في الحقيقة هي ظروف صعبة جدا، لأنني يعني كما قلت بدأت الهيئة أشغالها منذ 3 أيام بالتشكيلة الكاملة، وأنتم تعلمون أنه وحتى المنطق يعني يقول بأن في 3 أيام خصصنا كل جهدنا لتعليل هذا الموقف بالمسؤولية وبوعي كبير وبالأخذ بعين الاعتبار أن موقفنا، وحتى ولو كان يعتبر فنيا أو تقنية كما يقال، ولكنه له آثار سياسية. نعم. له آثار سياسية، لكن هذا هل يعني أن قراركم ليس مرتبطا بمعطيات سياسية البتة؟ المعطى السياسي إحدى المعطيات التي تدخل في تعييرنا، كما المعطى الأمني والمعطى الاقتصادي وغيرها من المعطيات التي تعطينا ما نسميه بالمحيط الذي ستأتي فيه الانتخابات. ولكن هذا المعطى السياسي وهذا المعطى الأمني وهذا المعطى الاقتصادي ليس من مشمولات الهيئة، هي مسؤولية وطنية ملقاة على عاتق الحكومة والأطراف السياسية والأطراف المدنية. وإذا وعينا بذلك فيمكن القول أن موقف الهيئة، وأنا أقولها، هو يساعد تلك الأطراف كلها بأن تطرح قضية الوفاق الوطني الضروري لإنجاح تلك الانتخابات إذا أردنا أنها تنجح بالصفة التي أردناها، يعني انتخابات لا يمكن التشكيك فيها، انتخابات شفافة وديمقراطية وتعددية وإلى غيرها. شكرا جزيلا لك كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كنت معنا من تونس. ونعود إلى مراد اليعقوبي رئيس مركز الدراسات الاستشرافية. سيد اليعقوبي، استمعت إلى كلام كمال الجندوبي، الآن هو مصر على مقترح تأجيل الانتخابات لكنه لا يستبعد دراسة تمسك الحكومة في حال تمسكها بموعد 24 يوليو. في هذه الحالة هل نستشعر ربما ليونة في موقف كمال الجندوبي وموقف الهيئة بشكل عام؟ أولا ألاحظ أنه بالنسبة إلى نحن لا نشكك يعني كأفراد أو كمجموعات، لا نشكك في حياد هذه المجموعة، وخاصة السيد كمال الذي نعرفه له ماضي نضالي يعني يكفيه. ونحن أنا شخصيا على قناعة أن الجانب الترتيبي التقني حكم كثيرا، ولكن الإشكال ليس في هذا. نحن نعرف أن هناك عقبات دائما ستوجد، ولكن يجب بالفعل أن نأخذ بعين الاعتبار بالوضع، يعني الإطار الذي ستتم فيه هذه الانتخابات. وكما أعود إلى ما قاله هو نفسه الأخ كمال، قال إن هناك مسؤولية وطنية، هي بالفعل مسؤولية وطنية، فأحرى أن نتحمل هذه المسؤولية في إنجاح الانتخابات في وقتها على أن نتحملها في تأخيرها عن وقتها مع ما يستوجب ذلك أو ما يمكن أن يجره من الأزمات، لأن هناك ظرف بالفعل مخيف جدا مع في الصيف، يعني موسم سياحي فارغ تقريبا، ويعني الامتحانات الآن على الأبواب ولا ندري ما يكون. لا أريد أن أتحدث بطريقة يعني تثير المخاوف، لأن الخوف يعني هو بضاعة في الحقيقة تباع كثيرا في مثل هذه الأوضاع وهي تجد سوقها. لا أريد أن أكون من غربان الخوف، ولكن أقول يجب أن نتجنب كل ما يمكن أن يشنج الأوضاع. وملاحظة حتى الحديث عن مسألة
مسألة تأخير الانتخابات أو تقديمها من زوايا يعني سياسية، من زوايا مواقف الأحزاب، في رأيي يؤدي إلى تشنيج الأوضاع، وهو غير معقول في ذهني. أنا المسألة بالفعل مسألة وطنية، وإذا حدقت بنا الأوضاع سلبية فنتحملها جميعا. ولذلك في رأيي أن الحد الأدنى من المسؤولية يستوجب عمل الجميع على إنجاح الانتخابات في موعدها، ونتمنى أن تنظر الحكومة يعني بتأخذ بعين الاعتبار الوضع الذي تعيشه البلاد، وأن تفهم الأخطار التي يمكن، لا أريد أن أقول أنها أخطار سيفايمينو يعني ليست، هناك أخطار كمان، أن تأخذ هذه الأخطار بعين الاعتبار حتى نتجنب ما يمكن أن يقع. كما قلت هي مسؤولية الجميع بما فيها الأحزاب. مراد اليعقوبي الجامعي ورئيس مركز الدراسات الاستشرافية، كنت معنا من تونس.